بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على معلم القرآن الأول سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار سيره ونهج نهجه ليوم الدين. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، أهلا بكم أحبابنا، أشياخنا، زملاءنا، طلابنا، وحلقة جديدة من برنامجكم حرز الأماني. أقدم اليوم لباب ياءات الإضافة، لكن بعد أن أبدأ أولا مع ضيفي، وضيف اليوم أخي الشيخ محمد عبد السلام. حياك الله يا شيخ محمد وبارك فيك وجزاك خيرا على تلبيتك لدعوتي. أبدأ من عندك يا شيخ محمد، من قول الشاطبي: باب ياءات الإضافة وليست بلام الفعل ياء إضافة. تفضل يا شيخ محمد. وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، ففي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا. أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك. باب ياءات الإضافة. أولا، يعني إيه ياء إضافة؟ ياء الإضافة هي عبارة عن ياء متكلم، ياء متكلم. ولما نقول ياء متكلم، إذن معناها أن هذه الياء ليست أصلية في الكلمة. يعني إيه؟ يعني ليست على وزن فاء الكلمة، ولا على وزن عين الكلمة، ولا على وزن لام الكلمة، وإنما هي مضافة إلى أصل الكلمة. لذلك إحنا ما نستغربش إنها سميت ياء إضافة، لأنها أضيفت إلى أصل الكلمة. ولذلك الشيخ الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه نبه إلى ذلك، إلى أن ياء الإضافة سميت ياء إضافة لأنها ليست من أصل الكلمة. قال: وليست بلام الفعل ياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا، يعني ليست لام الفعل ولا من نفس الأصول ولا فاء الفعل ولا عين الفعل. قال: ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، يعني مثل الهاء والكاف. الهاء معبرة عن المفرد الغائب، والكاف معبرة عن المفرد المخاطب، وياء المتكلم معبرة عن المفرد المتكلم. إذن كل مكان يصح دخول ياء المتكلم فيه يصح دخول الهاء والكاف تبعا لها وتلوا لها. إيه مشكلة ياء الإضافة؟ احنا قلنا سميت ياء إضافة لأنها أضيفت على أصل الكلمة، يعني ليست على وزن الفاء ولا العين ولا اللام. طيب إيه تاني؟ هذه الياء الخلاف فيها بين القراء في 212 موضع في القرآن، هم أكثر من كده بكثير، يعني المواضع أكثر من 212، لكن ال 212 دول هم اللي فيهم خلاف بين القراء. ال 212 موضع هذه الياء الإضافة الخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان. دائر بين إيه يا عم الشيخ محمد؟ بين الفتح والإسكان. تفتح ياء الإضافة على أنها ضمير من حرف واحد تأخر في الكلمة جاز تحريكه، والياء لا تتحرك إذا كسر ما قبلها إلا بالفتح. فأقول إيه؟ إني أعلم، هكذا لمن قرأها يعني بالفتح. طيب هذا على من قرأ بفتحها. طب واللي قرأ بالإسكان؟ على إن الإسكان تخفيف، وكذلك حروف المد تحريكها ثقيل حتى ولو كان تحريكها بالفتح، وهي أخف الحركات. لذلك قالوا هذا وارد في كلام العرب، أن يفتح بعضهم ياء الإضافة وأن يسكنها بعضهم. يمكن الشيخ أبو شامة ذكر بيت لامرء القيس، قال: ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. تاني: ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. لاحظ انه في الشطر الاول في ياء اضافه مني سكنها،
وفي الياء في الشطر الثاني في ياء إضافة اللي هي دمعية فتحها. يعني اللغتين مشهورتين عند العرب، وقد عللنا للغة الفتح واللغة الإسكان. احفظوا البيت ده، الله يرحمك عم الشهاب الحكيم. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. طيب، يبقى أول إشكال في ياء الإضافة، لماذا سميت ياء إضافة؟ ثاني حاجة، ما هو الخلاف الدائر بين ياءات الإضافة؟ يعني القراء يختلفوا في إيه؟ إما أن يفتحوها أو يسكنوها. طيب، أين تجد هذه الياء؟ في أي الألفاظ؟ هل هي في أنواع الكلم أو أنواع الكلام الثلاث، الاسم والفعل والحرف؟ نعم، في الاسم زي إيه؟ مثلا نفسي، وفي الفعل زي ذروني، وفي الحرف مثل لي، يعني اجعل لي آية هكذا. يبقى وجود ياءات الإضافة في الأسماء والأفعال والحروف. ركزوا معانا كويس، لأن أنا اللي هقول دلوقتي هحتاج في الباب القادم في أول باب ياءات الزوائد عشان أفرق إيه الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد. إذا ياء الإضافة ليست من أصول الكلمة، وإنما هي زائدة على بنية الكلمة أو مضافة على بنية الكلمة. كذلك الخلاف فيها دائر بين الفتح والإسكان. ثالث حاجة، إنه ياء الإضافة في الأسماء والأفعال والحروف. آخر حاجة مهمة جدا في ياءات الإضافة، ياءات الإضافة كلها ثابتة في الرسم. يعني ياء كبيرة كده، أما الياء الصغيرة المعقوصة دي اسمها ياء ضبط مش ياء رسم. زي كده تشوفها فين؟ في فيه مهانة، تجد ياء صغيرة كده معقوصة بعد الهاء، دي اسمها ياء ضبط وليست ياء رسم. ياء الرسم اللي هي المبطوحة هكذا. ياء الإضافة دائما في كل مكان في القرآن هتلاقيها إيه؟ هتلاقيها ثابتة في الرسم. طيب، قلنا إنه هذا الباب من 212 موضع، هذه المواضع هي المختلف فيها بين القراء، وإلا ففي مواضع أخرى من ياءات الإضافة متفق فيها بين القراء، وهذه سنذكرها في محلها إن شاء الله. آخر ما أريد أن أقدمه في هذا الباب هو أن هذا الباب سنقسمه إلى ستة أقسام، خذوها فإنها منصورية. ستة أقسام يا شيخ محمد لهذا الباب. أول قسم وهو فصل ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة. قال فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها. عندنا 99 موضع مختلف فيه بين القراء في ياء الإضافة اللي بعدها همزة قطع مفتوحة. مثل إيه؟ مثل اجعل لي آية هكذا. طيب، بعد كده الفصل الثاني ياء الإضافة التي بعدها همزة مكسورة، هما 52 موضع في القرآن مختلف فيه. قال وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. فين؟ زي ايه كده؟ ادينا مثال يا عم الشيخ. اديكم مثال، قال ستجدني ان شاء الله صابرا. ستجدني ادياء الاضافه وهمزه القطع بعدها مكسوره اهي. القسم الثالث ياء الاضافه وبعدها همزه قطع مضمومه، ودول 10 مواضع في القران مختلف فيهم. قال وعشر يليها الهمز بالضم مشكله فعن نافع فافتح واسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مقفلا. طيب، زي ايه؟ زي آتوني أفرغ هكذا. طيب، القسم الرابع ياء الإضافة وبعدها للتعريف، وهي 14 موضع مختلف فيه ما بين القراء. قال وفي اللام للتعريف 14، لكن ينبه على أن هذا الباب بالذات الشيخ حصر فيه هذه المواضع 14 لغرض سنذكره أثناء شرح الباب بإذن الله. قال إيه؟ قال فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. 14 موضع. الفصل الخامس ياء الإضافة اللي بعدها همزة وصل فقط بدون ما تكون هذه الهمزة في التعريف. كم موضع في القرآن مختلف فيه؟ 7. قال وسبع
بهمز الوصل فردا. آخر قسم هو القسم السادس اللي هو ياء الإضافة التي لم تأتي بعدها أية همزة. قال ومع غير همز في 30 خلفهم، 30 موضع، اجمع 99 ياء الإضافة اللي بعدها همزة قطع مفتوحة، مع 52 ياء الإضافة اللي بعدها همزة قطع مكسورة، مع 10 ياء الإضافة اللي بعدها همزة قطع مضمومة، مع 14 ياء الإضافة اللي بعدها أل التعريف، مع 7 ياء الإضافة اللي بعدها همزة الوصل، مع 30 ياء الإضافة اللي بدون همزة الوصل، يجمع لنا كم موضع في الآخر؟ 212 موضع، وهي التي صدرها الشيخ الشاطبي في أول الباب. كده كفاية، نكتفي بهذا القدر اليوم على ما قدمنا لهذا الباب، حتى بعد كده لما نستطرد ذكر هذه المواضع وتفصيلها يكون احنا بنينا كلامنا على قواعد ثابتة في فهم معنى ياء الإضافة، وفي تقسيمة هذا الباب تقسيمة سهلة تيسر الاستدلال بهذا الباب، لأنه باب طويل، تيسر الاستدلال بهذا الباب للقارئ. طيب أبدأ معك يا شيخ محمد في تكملة الختمة القرآنية بوردنا اليوم، والذي سيبدأ من عندي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تقرأ لنا بأي رواية؟ بس عن ابن كثير. طيب يلا استعين بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تاني يا شيخ محمد، كلوا من طيبات، يفخم الغنى شوي. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. طيب نستأذن أحبابنا في الإعداد إن يسر الله لنا ولكم في بعض الاتصالات التي نتواصل بها مع أحباب القرآن، جزاكم الله عنا كل خير. أكمل يا شيخ محمد تفضل. وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شيخ قرأ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم. طيب وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الجمهور بيقرأ معذرة هذه بالنصب بالرفع إلا حفص بس ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. إيه بقى علة حفص في إنه يقرأها منصوبة؟ على أنها مفعول لأجله، أي لأجل أن يعذرني الله فيهم. طيب اللي قرأها بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره قالوا هي معذرة إلى ربهم. حسنت يا شيخ محمد أدعك. طيب أخذ الاتصال ده وأعود لك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستنى الشيخة فاطمة. الله يخليك. بارك الله فيك. تقرأي تفضلي اقرأي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا أمي رقق اللام. وأخذنا الذين ظلموا هكذا قوليها تاني كده. وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عنا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أحسنت يا أمي بارك الله فيك وختم لنا ولك بخاتمة السعادة يا رب وجعلنا الله وإياك من أهل القرآن العمين به. طيب أخذ الاتصال ده أيضا. الشيخ جمال حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ جمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الفاضل حياك الله أخي الكريم. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا سيدنا. حياك الله. سامعك يا مولانا. سمعني أقرأ حضرتك يا سيدنا إن شاء الله. طيب اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا فصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أحسنت يا شيخ جمال ما شاء الله كروان زادك الله جمالا على جمال ما شاء الله مع الصوت الجميل كذلك قراءتك متقنة بارك الله فيك. في اتصال آخر ولا نرجع للشيخ محمد؟ طيب نرجع للشيخ محمد. اقرأ يا مولانا تفضل. وإذ تأذن
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. أحسنت شيخ محمد، هاخذ الاتصال وأعود إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ستنا شيخة وبارك فيك. تقرأي معنا من نفس الورد من سورة الأعراف ولا تقرأي إن شاء الله هقرأ آخر سورة البقرة الآيتين. طيب اقرأي. أمن الرسول. تفضلي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رقاق الميم شوية يا شيخ. وإليك المصير هكذا صوت واضح. رقاق الميم تفضل. رقاق الراء الميم. الميم. وإليك الماء. الماء. وإليك المصير. ماشي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا من قبلنا نعم. قبلنا القلقلة. حاضر. من قبل من قبل ربنا ولا تجعلنا لا لا مع ربنا ولا تحمل علينا تاني ربنا ولا تح ربنا ولا تح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحسنت يا أختي الكريمة وزادك الله حرصا وإتقانا. بارك الله فيك. طيب أكمل يا مولانا. والذين يمسكون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الآية دي قرأها شعبة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب هنا قراءة شعبة غير قراءة الجمهور، لكن المعنى لا يكتمل به التصور إلا لو خدت القراءتين. والذين يمسكون أي يمسكون هم يعني يعملون بالكتاب ويجعلونه لهم إيه منهج يسيرون عليه في حياتهم كي يلقوا الله سبحانه وتعالى به. قال والذين يمسكون بالكتاب أي يمسكون غيرهم، يعني أقاموا الدين على أنفسهم ثم دعوا الناس
إلى التمثل بهذا الدين. شوف القراءات، أنا مش عارف اللي يفسر القرآن إزاي يفسر من غير ما يكون ليه علم بالقراءات، والمعنى كله لن يكتمل إلا لما يكتمل عند الوحي كامل، وهذا من الوحي. أخذ اتصال ده وارجع لك شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ستنا الشيخة صباح، أهلا بيك. جزاك الله خير والخير دكتور فيه. أحمد، هتقرأي بأي رواية النهاردة؟ إن شاء الله بقانون على توسط المنفصل وصلة النيل. طيب استعيني بالله وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أنت أتقرأي بالصلة ولا بالإسكان يا شيخة؟ والذين هم بآياتنا يؤمنون. حسنتي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عليهم، اكسر الهاء، ويحرم. نعم، يعني خلصي كسرة الهاء، ويحرم عليهم. عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أحسنتي، بارك الله فيك. طيب كملي الآية دي كمان، تفضل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حسنتي، بارك الله فيك وزادك إتقانا ونفع بعلمك المسلمين يا رب، جزاك الله كل خير ستنا الشيخ صباح. طيب أرجع لك يا شيخ محمد، أكمل تفضل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا يا شيخ محمد عندنا علامة تعانق في الوقف، إما أن نقرأ نقول قالوا بلى ونكمل زي ما أنت كملت كده، شهدنا أن تقولوا، أو قالوا بلى شهدنا ونبدأ نقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا الوصل والوقف هنا بني على إيه؟ قالوا بلى، لو وقفت كده قلت شهدنا، أي أن الله بعدما أشهد عباده وشهدوا أنهم مؤمنون به قال للملائكة اشهدوا،
على ذلك قالوا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو أن تكون شهدنا دي من كلام بني آدم لما أخرجهم من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى شهدنا، يبقى ده المتكلم مين؟ بني آدم. ثم تبدأ الآية بعد كده أن تقول يوم القيامة، على إن الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وسواء كانت الجملة من كلام الله أو من كلام الملائكة ففي محذوف هنا تقديره لا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل، أي كانت هذه الشهادة من أجل ألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل، يعني ما كناش نعرف، حدش قال لنا. ماشي يا مولانا، اقرأ، الله يفتح عليك. أخذ ربك بني آدم، أو تقولوا إنما أنزل، أو تقولوا لو من هذا عن هذا غافلين، أو تقولوا الآية بعدها، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وضح القلقلة شوية يا شيخ محمد، فاقصص القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حسبك يا شيخ محمد، هاخد الاتصال ده وبإذن الله أعود لك. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم شيخ، يظهر الاتصال قطع، يلا لا بأس. طيب أكمل يا شيخ محمد تفضل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. اتصال هاخده بس وأرجع لك تاني يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخانا الكريم. مرحبا يا مولانا، اخبارك ايه؟ بارك الله فيك، الله يكرمك. تقرا معانا بنفس الورد ولا تقرا من فين؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم
عليهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. حتى تاني بقوة واذكروا. نعم حتى الإضغام بغنة، سبت الغنة بقوة واذكروا. نعم الله يبارك فيك. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مضبوط كده؟ لا بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة و خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مضبوط كده؟ نعم تمام أكمل تفضل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شوف يا شيخنا الكريم، هو المد المد المنفصل اللي هو نعم. شهدنا أن تقولوا من بني آدم، يجوز مده ويجوز قصره، حكم الجواز، لكن مساواة النظائر واجبة. يعني نعم. أنت عايز تمد مد، عايز تقصر تقصر، لكن تمشي الحكم على كل نظائره، فالمساواة واجبة. فأنت بدأت أول مد بدأت بالتوسط، هنا قصرت معلش، هات هنا التوسط الثاني. نعم. قول وإذ أخذ ربك. تمام ها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحسنت بارك الله فيك. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا. نعم وكن أكمل الآية فضل. وكنا ذرية. يظهر الاتصال كان فيه مشكلة من الأول حتى قطعوا. جزا الله القائمين على العمل ده خير الجزاء يا رب. طيب أكمل يا شيخ محمد تفضل. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. حتى تاني أفخم الغنى شوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وصلها أحسن يا شيخ محمد. وما خلق الله من شيء وأن عسى. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أحسنت يا شيخ محمد بارك الله فيك وزادك الله إتقانا وحسنا في الأداء. إن أحيانا الله أبقانا وإياكم على خير وجمعنا بكم في رحاب القرآن الكريم نستكمل شرح باب ياءات الإضافة لكن بالتفصيل الذي في الأبيات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.